قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مش شارك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدا الفيلم مع واحد اسمه جون ومراته اليس، واللي بيكونوا عايشين في بيت صغير وظروفهم الماديه صعبه جدا، لدرجه ان اليس لما بتصحى عشان تحضر الفطار لجون بتكتشف ان التلاجة فاضيه. وبيخرج بعدها جون بالعجله عشان يروح الشغل بتاعه لانه بيكون مش قادر يشتري عربيه. وبيكون جون شغال كموظف تسويق في شركه تلفزيونات، والمدير بتاعه بيكون دايما متضايق منه وبيطلب منه شغل كتير مش من تخصصه. وساعتها اليس بتكون بتجهز نفسها لانها رايحه لمقابله شغل، وفعلا بتروح لكنها بتترفض دايما زي كل مره بسبب ان خبرتها قليله جدا. ولما بتروح البيت بتدور على شغل تاني في الصحف، وبعدها بيخبط عليها صاحب البيت اللي اسمه ايرني عشان ياخد الايجار، وبيقول لها ان هي من ساعه ما اتجوزت جون حالتها بقت سيئه جدا. ولما بيوصل جون البيت بتقول له اليس انهم اول ما يدفعوا ايجار البيت هيكون رصيدهم في البنك بالسالب، وانهم لازم يتصرفوا ضروري. وبعدها بالليل بيروحوا حفله في بيت واحده صاحبتهم اسمها بيتون، وبيشوفوها وهي بترقص عشان تلفت الانظار ليها كالعاده. وبيقابلوا هناك اصحابهم تشيك ولويز واللي بيكونوا متجوزين هما كمان، وبيقضوا السهر هناك سوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما الحفله بتخلص. وبعدها بيروحوا، وتاني يوم بيصحى جون من النوم وبيكون تعبان جدا لانه شرب كتير في الحفله لان المشروبات هناك كانت مجانيه. وبعدها بيروح جون واليس عشان يشتروا شويه حاجات للبيت، وفي الطريق بيسالها جون عن المقابله بتاعه الشغل، فبتقول له ان الشغل كان اقل من امكانياتها عشان كده رفضوها. فبيقول لها تدور على حاجه اقل من امكانياتها عشان تتقبل. فبتقول له اليس ان هي صرفت مبلغ كبير على شهاده التخرج بتاعتها وبترفض ان هي تشتغل شغلانه اقل من مستواها. فبيوعدها جون ان ظروفهم هتتحسن قريب، لكن فجاه بيدخل جون في عربيه ثانيه وبيعملوا حادثه لكنهم بيكونوا هما الاثنين كويسين. وبعدها الشرطه بتيجي عشان تحقق في الحادثه، وبيكونوا على طريق قدام محل البيع التحف القديمه، وبتلاحظ اليس ان صاحبه المحل خارجه من البيت وبتاخد ابريق شاي شكله غريب وبتطلعه من برميل قديم. فبتروح اليس وراها وبتدخل المحل، وبعدها بيروح جون هو كمان وراها وبيسالها هي هنا ليه. فبتقول له ان هي بتدور على تحف قديمه عشان تعرضها على البرنامج المشهور اللي في التلفزيون واللي بيتكلم عن التحف الاثريه القديمه. وبعدها بتشوف الابريق القديم اللي كان مع الست وبتاخده وبتسرقه وبتطلع تجري بسرعه على العربيه بتاعتها. وبعدها بتروح مع جون البيت. وتاني يوم بيكون جون في الشغل وبيتكلم مع واحده زميلته، وبتوري له صوره للمدير بتاعهم وهو مع واحده زميلتهم في الشغل على الرغم من انه متجوز. واليس بتكون بتجهز عشان تروح مقابله شغل تانيه، وبيكون الابريق قدامها وهي بتكوي شعرها، ولما المكوه بتلسعها فجاه بتحس ان الابريق بيتحرك، ولما بتفتحه بتلاقي جواه فلوس كتير. فبتجرب تلسع نفسها تاني فبيطلع من الابريق فلوس اكتر. فبتفهم اليس انها اول ما تحس بالالم الابريق بيطلع فلوس، فبتفضل تخبط في نفسها عشان يطلع فلوس اكتر. وساعتها بيكون جون في الاجتماع مع المدير بتاعه، وبيقول له المدير ان هو مضطر يمشي من الشغل لان جون بيكون ما قدرش يحقق المطلوب منه في الشغل. وبيروح بعدها البيت وهو حزين جدا وزعلان، فبيلاقي البيت فيه دم على الارض ومراته بتكون مغمى عليها على السرير ومجروحه، فبيقلق جدا وبيحاول يفوقها. ولما بتقوم اليس بتكون سليمه وبتطمنه، ولما بتعرف ان جون اتفصل من الشغل بتضربه على وشه، فبيستغرب من اللي اليس بتعمله. وبعدها بيشوف الفلوس وهي بتطلع من الابريق، وبيعتقد ان اليس هي اللي حاطه الفلوس في الابريق، لكن اليس بتقول له ان الابريق ده سحري وبتضربه تحت الحزام عشان تثبت له كلامها. فبيطلع الابريق فلوس كتير، وبيفضلوا بعدها يضربوا بعض الساعات عشان يطلعوا فلوس اكتر، وبيتفقوا انهم يدفعوا كل الديون اللي عليهم، وبعد ما يجمعوا مليون دولار يتخلصوا من الابريق فورا. وتاني يوم بيقرر جون ان هو ياخد الابريق ويرجعه لاصحابه عشان بيكون خايف ان الابريق يكون عليه لعنه وتسبب لهم مشاكل، لكن اول ما يروح المحل بيلاقيه مقفول. وبعد ما بيرجع العربيه بتاعته ويلمس الابريق بيسيطر عليه الابريق وبيقرر ان هو يحتفظ بيه للابد. وبيروح بعدها لمعرض البرنامج بتاع التحف واللي بيتعرض على التلفزيون، وبيعرض جون الابريق قدام كل الكاميرات. وساعتها بيشوف واحد اسمه الدكتور لينج الابريق في التلفزيون، وبيقرر ان هو يروح لجون ضروري عشان يتكلم معاه. وبعد ما بيرجع جون البيت بيتفق مع مراته ان هم يحتفظوا بالابريق، لكن الموضوع لو بدا يخرج عن سيطرتهم وبدا يعمل لهم مشاكل يتخلصوا منه فورا. وبيبداوا هما الاثنين يلسعوا نفسهم على البوتاجاز عشان يطلعوا فلوس كتير. وبتفكر اليس ان هي تروح تعمل جلسات ازاله للشعر عشان يحسوا بالالم. وكمان جون بيروح لدكتور الاسنان ومش بيستخدم المخدر عشان يحس بالالم، وكمان بيعملوا وشم على جسمهم وبيقدروا انهم يجمعوا فلوس كتير جدا. وبيضطر ان هم يحتفظوا بها في البيت لانهم مش هيقدروا يعينوها في البنك لانها مجهوله المصدر. وفي يوم بيروح جون مع اليس لبيت والدتها، وبيقابلوا هناك اختها ماري وجوزها جو، واللي بيفضلوا يتكلموا مع جون واليس وبيعايروهم لانهم ما عندهمش اطفال زيهم. وبتستغرب ام اليس ان بقى معاهم فلوس كتير بعد ما كانوا مفلسين، وبتعتقد ان جون شغال شغل غير شرعي، فبيحاول جون ان هو يهزر معاهم وبيعدي الموضوع عشان محدش
محدش يعرف حاجه عن موضوع الابداء. وبعد مده بيقدر جون واليس يدفعوا كل الديون اللي عليهم وبيحتفلوا سوا، وبيقول لجون لاليس ان هو اخيرا هيقدر يعمل المشروع اللي كان بيحلم بيه دايما. لكن فجاه حد بيخبط عليهم الباب، ولما بيفتح جون الباب بيلاقوا قدامه اتنين يهود وبيضربوه وبيقتحموا البيت، وبيفضلوا يدوروا على الابداء. وبنعرف ان هو بتاع جدتهم اللي سرقوه منها، وبيقولوا له ان جدتهم عملت المستحيل عشان تحافظ عليه. وبنعرف ان جدتهم اتوفت وقالت لهم على الموضوع بتاع الابريق قبل ما تموت، فبتضطر اليس ان هي تدي لهم الفلوس اللي طلعتها من الابريق بسبب ضرب الاخين لجون، وبتقول لهم ان هي باعت الابريق وبتعمل ان هي طلعت الفلوس من هدومها عشان يصدقوها. وبعد ما بياخدوا الفلوس بيمشوا من البيت، وبعدها بيروح جون ومراته المكتبه عشان يدوروا على تاريخ الابريق، وبيكتشفوا ان هو كان موجود من القرن الاول الميلادي، وان حصل مجازر وخناقات كتيره بسببه في كل العصور القديمه. لكن اليس بتقرر ان هي تقطع الصفحات اللي بتتكلم عن المخاطر عشان جون ما يشوفهاش، ويقرر ان هم يتخلصوا منه. وبتقول له ان كل الحاجات دي مش لازم تأثر عليهم، وانهم لازم يحتفظوا بالابريق ويستمتعوا بالفلوس اللي بتطلع منه. وفعلا بعدها بيبدأ جون يصرف من الفلوس وبيشتري عربية جديدة، وكمان بيشتروا شقة كبيرة هما الاتنين. وبعدها بيفتح مشروع المشروبات اللي كان بيحلم بيه دايما، وبيكون مبسوط جدا هو واليس لأول مرة من زمان. وبعدها بيعملوا حفلة كبيرة وبيعزموا صديقتهم بيتون وجوزها ريكي، واللي بيكونوا جيران ليهم في البيت الجديد. وبيفضل جون يشرب مع صديقه تشيك، وساعتها بيقدر الدكتور لينج ان هو يوصل لبيت جون، وبيطلب منه يتكلم معاه بخصوص الابريق، وبيقول له ان هو جاي من الصين مخصوص عشان يحذره من الابريق، وبيعرفه ان هو خطر على الشخص اللي بيحتفظ بيه. لكن اليكس بتتدخل وبترفض ان جون يسمع كلامه، وبترفض ان هي تديله الابريق، وبتقول له ان هو اكيد شخص نصاب. وبالليل بيخرجوا هما الاثنين مع بيتون وجوزها ريكي في المطعم، وبعد ما بيتعشوا سوا بتصمم اليس ان هما اللي يدفعوا الحساب، وبيكون معاهم الابريق. وبتقول اليس لجون يروح الحمام ومعاه الابريق عشان يجيب الفلوس، وبيفضلوا يسمعوا صوت جون وهو بيصرخ في الحمام عشان يطلع الفلوس، وهم مش فاهمين اللي بيحصل. وفي يوم بيعدي ارني وهو سكران من قدام بيت جون، وبيتجسس عليه هو ومراته، وبيشوفهم وهما بيضربوا بعض عشان يطلعوا فلوس. وبعدها بيخبط عليهم الباب وبيدخل البيت، وبيسالهم وهو مستغرب ازاي بقوا اغنياء جدا بعد ما كانوا مش قادرين يدفعوا حتى ايجار البيت. وبعدها بيغفلهم وبياخد منهم الابريق وبيطلع جري من البيت، وهم بيجروا وراه وبيتحايلوا عليه عشان يرجعوا لهم، وبيكون سكران ومش فاهم حاجه. وبعدها بيرمي الابريق على الطريق وبيمشي عليه بالعربيه بتاعته وبيمشي، لكن المفاجاه ان الابريق بيفضل سليم ومش بيحصل له اي حاجه. فبيقرروا هما الاثنين بعدها يروحوا للدكتور لينج عشان يتكلموا معاه، وبيقول لهم لينج على المخاطر بتاعه الابريق وعلى اللي عمله مع الاشخاص اللي احتفظوا بيه في كل العصور، وبيعرفهم ان هو بيصحي الجانب الشديد في الاشخاص وبيخلي الشر يسيطر على صاحبه، ونهايتهم بتكون سيئه جدا. وبيطلب منهم ان هما يدوله الابريق عشان يتخلص منه بطريقته، لكنهم بيرفضوا. وبعد ما بيخرجوا من بيت الدكتور لينج، بتحاول اليس ان هي تقنع جون بالاحتفاظ بالابريق، وبتقول له ان هم اشخاص طيبين ومش اشرار، ولا يمكن الابريق يسيطر عليهم. وفي يوم بالليل وهم نايمين بيقتحم عليهم الاخين البيت، وبيشوفوا الابريق معاهم، وبيقول لهم ان هم كانوا عارفين ان الابريق معاهم، وان هم كانوا سايبينهم عشان يجمعوا اكبر عدد من الفلوس وبعدها يسرقوها كلها منهم. وفعلا بعدها بياخدوا كل الفلوس اللي معاهم، لكن اليس بترفض ان هي تستسلم وبتضربهم بالابريق، وبتقول لهم ان كل الفلوس دي بتاعتهم. وجون بيحاول ان هو يدافع عنها لكنه بينضرب وبيغمى عليه، وبعدها بيضربوا اليس هي كمان وبيهربوا من البيت بالفلوس. ولما بيصحوا تاني يوم بيكتشفوا ان الابريق بقى بيطلع فلوس اقل من الاول، فبيضطر جون ان هو يروح لمالها ليلي، وبيحاول ان هو يدخل في خناقه مع واحد هناك عشان يتضرب، ومراته بتتفرج عليه وهي فرحانه لان الابريق بقى بيطلع فلوس اكتر. وفي يوم بتكون اليس في الشارع وبتشوف ولد وهو بيقع على الارض وبينجرح، وبتلاحظ ان الابريق بيطلع فلوس كمان لما الناس اللي حواليهم يحسوا بالالم. وبعد ما بتعرف جون على اللي حصل بيروحوا هما الاثنين عشان يحضروا مباريات القتال بالابريق عشان يطلعوا فلوس كتير، وبيقعدوا جنب الناس اللي بتعمل وشم وبيحضروا عمليات ولاده كتير في المستشفيات. وفي يوم واليس بتكون سايقه العربيه مع جوزها بتشوف شخص غلبان ماشي على الطريق، فبتفكر ان هي تدخل فيه بالعربيه، لكن جون بيمنعها في اخر لحظه، فبتضايق اليس جدا وبتقول له ان هي مش هتسمع كلامه تاني لانه كان السبب ان هي تعيش في فقر كل الفتره اللي فاتت، وبتقول له كلام بيجرحه جدا. وبعد ما بتخرج من العربيه بتلاحظ ان الابريق كمان بيطلع فلوس لما بتخاف او تتضايق، وبيستجيب للالم النفسي مش الجسدي بس. ولما بتعرف جون على اللي اكتشفته بتطلب منه يأذي مشاعرها بالكلام، فبيقول لها كلام بيضايقها جدا، وبيطلع الابريق فلوس. وتاني يوم بيفضلوا يعترفوا لبعض، وكل واحد فيهم بيقول للتاني كلام يضايق، لحد ما جون بيعرف ان اليس خانته قبل كده مع ارني،
فبيروحوا هما الاتنين بعدها لبيت إيرني واللي بيكون معاه حبيبته براندي، وبيقول لهم جون ان هو عارف اللي حصل بينه وبين مراته، فبتتضايق حبيبته براندي وبسبب كده بيطلع الإبريق فلوس كتير، وبيلاحظوا بعدها ان كمان الأذى النفسي بقى بيطلع فلوس اقل من الاول، فبيقرروا ان هما يأذوا الناس اللي حواليهم عشان يطلعوا فلوس اكتر. وبيروحوا لبيت صديقتهم بيتون وبيفضحوها قدام جوزها وبيعرفوه ان هي سابت الكلب بتاعهم في العربيه لحد ما مات، فبيتضايق جوزها ريكي منها وبيطلع الإبريق فلوس كتير. وبعدها بيروح جون لبيت المدير بتاعه وبيعرفه مراته ان هو كان بيخونها، فبتتضايق مراته جدا وبيطلع الإبريق فلوس كتير. وفي يوم بتقرر أليس ان هي تفضح اختها ماري ويتعرف جوزها على علاقاتها القديمه، ولما بتروح أليس وجون لاختها عشان تفضحها اختها بتكون خايفه جدا تفضحها، لكن أليس بتغير كلامها في اخر لحظه وبترفض ان هي تعمل كده، وبتعتذر لاختها لانها كانت بتغير منها دايما بسبب ان هي ما عندهاش اطفال زيها. وبعدها بتفكر أليس ان هما لازم يقتلوا واحد من تجار المخدرات او اي شخص شرير عشان الإبريق يطلع فلوس اكتر من غير ما يحسوا باي ذنب، وبتوعد جوزها ان دي هتكون اخر عمليه ليهم. وبعدها بيحفروا القبر اللي هيدفنوا فيه الجثه، لكن جون بعدها بيراجع نفسه وبيقول لمراته ان هما لازم يوقفوا كل اللي بيعملوه، وبيقولها ان الإبريق بدا يسيطر عليهم وبدا يصحي الجانب الشرير اللي فيهم، لكن أليس مش بتوافق وبتقول له ان هي هتكمل حتى لو سابها ومشي، فبيخيرها جون بينه وبين الإبريق وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيروح للدكتور لينج وبيحكي له كل حاجه، لكن الدكتور لينج بيقول له انه ما بقاش يقدر يساعده وانه لازم يستنى لحد ما الإبريق يدمر حياه مراته، وبعدها ياخد الإبريق من الشخص اللي هيلاقيه بعدها. وبعد ما أليس بتخلص حفر بتطلع عشان تاخد دش، لكن فجاه بتشوف في المرايه نفسها على شكل الست اللي سرقت منها الإبريق، فبتخاف أليس جدا وبتطلع تجري بره الحمام، وساعتها بتلاقي الورقه اللي كانت مخبيها من جون في المكتبه وبتفهم ان هو عارف كل حاجه. وبعدها بتلاقي جون قاعد على الشباك وبيقول لها ان هما لازم يتخلصوا من الإبريق، وبيحاول ان هو ينتحر وبيرمي نفسه من الشباك، فبتخاف أليس عليه جدا وبتقول له ان حياته اهم عندها من كل الفلوس. وبيفوق جون بعدها وبيكون كويس وبيطلعوا عشان يناموا، لكن بالليل بيصحوا على صوت في البيت، ولما بينزلوا بيكتشفوا ان إيرني سرق الإبريق، وبيروحوا بعدها البيت وبيلاقوا دم كتير على الارض، وفجاه بيظهر إيرني بالبندقيه ومعاه براندي، وبيكونوا عايزين يقتلوا جون وأليس عشان يطلعوا فلوس كتير، لكن فجاه الاخين اليهود بيظهروا هما كمان وبيمنعوهم وبيضربوا إيرني بالنار، لكن براندي بتضربهم هما كمان وبيموتوا هما الاربعه مع بعض. وبسبب كده المكان كله بيتملي فلوس كتير، وبعد ما بيجمعوا الفلوس كلها بيطلعوا عشان يلاقوا الدكتور لينج وبيديله الإبريق عشان يتخلص منه للابد. وبعدها بمده بيبعتوا شيك بمبلغ كبير لاصحابه متشيك ومراته لانهم عارفين ان ظروفهم الماديه صعبه هما كمان. وبعد فتره بتكون أليس حامل اخيرا من جون، وبيكونوا فرحانين جدا وبيسافروا عشان يتفسحوا سوا، وبيعملوا شهر عسل اخيرا لان ما كانش معاهم فلوس اول ما اتجوزوا. والدكتور لينج بيتخلص من الإبريق وبيرميه في المحيط عشان محدش يلاقيه تاني، وبكده بينهي المأساة اللي بيتسبب فيها الإبريق للأبد. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده.